يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فقد في حادث غرق السفينة ولم يعلم مصيره، ومر على الحادث الآن 16 يوما وهم بانتظار تحليل الحمض النووي، فهل تعتد زوجاته عليه أم ماذا يفعلنا وفقكم الله؟ إذا ثبت موته في يوم معين فإن زوجته تبدأ العدة من موته ولو لم تعلم إلا بعد مدة. لو ما درت إلا بعد ما أكملت 14 أيام تكون خرجت من العدة، وإذا كانت في خلال 4 أشهر تكمل البقية وتنتهي. هذا الأمر فيه سهل، هي الآن تتجنب المحظورات التي تتجنبها المحدة تتجنبها، وإذا تبين موته تبدأ العدة من موته. نعم.